إذن مشاهدينا متابعينا أنا شفت في مرحبا بكم في هذا البث المباشر ضد مدينة الدار البيضاء، يعني مصلى حي مولاي رشيد، توافد المصلين، عيد مبارك سعيد على جميع المغاربة وجميع الأمة الإسلامية. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، الآن توافد المصلين بكثافة المصلى اللي كتواجد في المنطقة ديال حي مولاي رشيد. اللهم بارك وزيد في ذلك. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا المشاهدين الكرام، المصلين كيتوافدوا بكثافه. السلام عليكم، شفتي يا رئيس؟ لا ما شفتكمش انتوما. شفت المصلين؟ ليس لايف، لا ما كاينش، لا كاين خونا. شفت المصلين في الجبل؟ لا كون هاني، لا كون هاني. يعني كيف ما كتلاحظوا معنا المشاهدين الكرام، توافد ديال المصلين الى مصلى منطقه حي مولاي رشيد في صباح يوم عيد الفطر. صباح النور عليكم، عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتو يا ربي. يعني كيف كتلاحظوا معنا مصلين، نساء، رجال، شباب، شابات، أطفال، يعني كل شيء كيتوجه المصلى من أجل أداء صلاة العيد. يعني الكل متوجه من أجل أداء صلاة العيد. يعني كيف كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، الله يدخل عليكم بالصحة وبالسلامة وباش ما تمنيتو يا ربي، عيد فطر مبارك سعيد على جميع المغاربة. يعني هنا المصلى ديال المنطقة ديال حي مولاي رشيد. زكريا، عيد مبارك سعيد، شوف تافه علينا وعليك خويا زكريا الزاز، باش تمنيتي ان شاء الله. الاخ ادم علي اللوش، عيد مبارك وكل عام وانتم بالف خير يا رب العالمين، اللهم امين. حنا وانت خويا ادم وجميع المغاربه، يعني كنتمنى الناس يشاركونا المدن اللي كيتبعوا البث المباشر وكيفاش داير الاجواء ديال العيد في المدن ديالهم. خصوصا كنتمنى المشاركه ديال الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، يعني كيفاش داير اجواء العيد عندكم. شوفوا معنا، شوفوا معنا الأجواء هذه، صراحة شقنا لها وتوحشناها. شوفوا معنا هذا الراجل هذا مسكين، الله يعطيه صحيحته يا ربي. شوفوا معنا التوافد ديال الناس من كل الأماكن. معنا الشارع هذا، Thank you.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. أجواء عفوا جد رائعة وجميلة هنا في المصلى ديال حي مولاي رشيد. يعني الناس كيتوافدوا بكثافة. أيضا دوريات أمنية من أجل يعني تمر هاد صلاة العيد في أحسن الظروف. إذن مشاهدينا الكرام، غادي نودعكم على أمن، نتلاقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء. شوفوا معنا هذا. رضوان حريزي، كل احترام والتقدير إلى قناة شوف تيفي، قناة نزيهة، قناة الشعب، قناة المناضلة. تحياتي ليك خويا رضوان، تحياتي ليك خويا رضوان الحريزي. عيد مبارك سعيد عليك يا ربي. مصطفى لطيفي السلام، الله يتقبل منا ومنكم، اللهم امين اخي رضوان.